ومفيد. كما تعمل القراءة بصوت عالٍ على منح الطفل شعوراً بالطمأنينة والرعاية، وتتيح له المجال للحديث عن أمور أخرى في حياته وتبادل التجارب بينه وبين الأهل. وانطلاقا من إيماننا بأن النهضة تبدأ بالإنسان على المستوى الفردي، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطوير والتغيير، فقد أطلقت مجموعة تعلمني مختلف المناهج والأسس نحو نشر ثقافة القراءة لدى المعلمين من المؤسسات التعليمية المختلفة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة رانيا محمد الصوالحي، مستشار تعليمي أو مستشارة تعليمية، راح تكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الله بخير دكتورة. يسعد صباحك، صباح القراءة والمعرفة. يا هلا مرحبا فيك. خلنا أول شيء نتكلم بالمجمل أهمية القراءة، ويمكن الواحد الدنيا ماخذتها دائما التليفونات في يد سواء الكبير أو الصغير، فشلون فعليا نرجع المجتمع أو نكون مجتمع يحب القراءة، مش لمجرد أنه هو ماسك كتاب وقاعد في قهوة، أنه فعليا عنده هذا الشغف للمعرفة، وفي النهاية هذه المراجع الصحيحة لمعرفة أي شيء مش التكنولوجيا. يعني أنت أخذتينا في جولة كبيرة جدا، وإحنا بنحكي كل واحد فيهم يمكن بده حلقات، لكن نبدأ فعل القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو الفعل الممتد. يعني إحنا بنسويه في الدنيا وفي الآخرة، اقرأ كتابك. فإذا كان هالفعل له هالأثر أو له هالعطاء، قد إحنا بياخذ منه ومن اهتماماتنا. الأهم أنه القراءة هي ليست غاية، يعني هي القراءة وسيلة بوابة من بوابات المعرفة. وإحنا دائماً بنحب لما بنحكي عن القراءة نطلقها أو نبعدها عن المعنى الاعتيادي. يعني القراءة ليست بالضرورة أنه شخص يكون لابس نظارة وفي زاوية ومنعزل عن العالم وكذا وقراءة نصوص، لا، القراءة كتير أوسع من هيك. صار في قراءة صورة، قراءة نص، قراءة إنسان، صار في قراءة مواقف. في كتير من الأمور اللي إحنا بحاجة نرجع نتأمل فيها، أنه هل أنا فاهم القراءة صح؟ ولا أنا كنت مفكرها بس أنه ألف با تا وأعرف أحكي كلمة وأعرف أقرأ جملة. هي كتير أكثر من ذلك، وخاصة أنه إحنا صار في عنا حاليا مبادرات في العالم، إشي يسمى مكتبة بشرية. والحمد لله قطر، يعني في مبادرات قطر تقرأ، نادي الكتاب خير جليس، المكتبات اللي موجودة، هالفرص كم إحنا بنستثمرها ونبدأ من ممارساتنا اليومية. ونرح نحكي كمان عن فكرة اسمها حقوق القارئ. يعني الشخص اللي بيجي بيحكي لك أنه في طريقة واحدة بس للقراءة، لا، من حق القارئ أنه هو يمكن تقرأ كتاب ما تخلصه، اقرأ بالوقت اللي بيناسبك، بالطريقة اللي بتناسبك. فهي كلها بتعطينا فرصة أنه إحنا نستمتع وإحنا عم بنقوم بهذا الشيء أو بنطور هاي الممارسات نحو القراءة. جميل. موضوع البحث عن المعلومات، يمكن الكثير قام يستسهل موضوع أنه بيكتب في مثلا محرك البحث موضوع وراح يبحث عنه، بس أنت في نهاية مش متأكد مهما كانت المصادر، ونكون واقعين هي إلكترونية ممكن بعضها موثقة فعليا، ولكن مش نفس أنك اليوم ترجع هالكتاب. فالفرق بين أنك أنت تأخذ معلومة من كتاب ومعلومة من إلكترونية، خلينا نقول. ما هو الكتاب يعني قد يكون تم تحويله أو تم استخدامه إلكترونيا، سواء كان كتاب سواء كان موقع حتى لو رسالة على الواتساب، هذه كلها من صور القراءة. لكن لما أقرأ هل أتعلم كيف أقرأ حقيقة ولا لا؟ وهذا أحد أسباب مجموعة علمني والمهارات اللي إحنا بنقوم فيها في نادي الكتاب خير جليس، إنه أصلاً لما أنظر لفكرة القراءة بحد ذاتها، هل أعتقد أني بعرف أقرأ ولا ممكن كمان أرجع أطور مهاراتي للقراءة واكتساب المعرفة؟ في كتب كتيرة حول هذا الموضوع، وحتى يمكن نرجع لها أو نحكي عنها. لكن الاستفادة من مصداقية المعرفة، سعة الاطلاع والمقارنة، التفكير الناقد اللي هلأ حتى بيحكوا عنه في الجامعات وللأطفال والمدارس وكذا، إنه لما تأخذ المعلومة خلي يكون عندك وعي، تعرف مين اللي كتبها، متى كتبها، عندك شوية تشكيك حتى في الموضوع، مو بشرط أنك تتبنى أي شيء أنت تقرأ. يعني خلينا نحكي إنه أبحث أكثر، أتأكد منها وأقارن هل في شيء أقدر أطور عليه وأستفيد، وما أخذ الموضوع بمسلمات. يعني أنا في النهاية إلي دور إني أحاول أبني وأستثمر من هذه المعرفة وأستخدمها في تطبيقات العملية. نعم، يمكن هذا الموضوع يشدنا لنوعية الكتب اللي أنت تقرأها. يعني ما قلت مثلا دكتورة أن تشكك في بعض المعلومات، يعني إلى حد ما صار سهل أن الواحد الحين يصدر له كتاب، فمو معناته أن هذا كتاب موجود خلاص هذا الكتاب جيد ومعناته ممكن أخذ كل شيء فيه بحذافيره. نقطة جدا مهمة، وأشكرك. نوعية الكتب،
وأشكرك على إثارتها، لأنه حاليا سواء من خلال الطبع أو من خلال وسائل التواصل صار أي حد ممكن يرسل لك رابط ويحكي لك هذا كتاب، حتى يمكن ينسبه لشخص أنا مو متأكدة إذا هو الشخص اللي حقيقة ألفه ولا لا. وهون صارت في كثير مواقع تتأكد من المصداقية والتوثيق وكل هاي الأمور. الأهم أني أنا لما أخذ المعلومة تكون عندي المنهجية الصحيحة كيف أتوسع فيها وكيف أنطلق منها، وهذه أحد أسباب أو الطرق اللي إحنا بنناقشها في مجموعة علمني أو خير جليس. جميل، أحنا ممكن نتكلم عن فكرة تأسيس مجموعة علمني. تمام، مجموعة علمني هي إحدى مجموعات نادي الكتاب خير جليس اللي تم تأسيسه عام 2013 كمبادرة من مركز قطر التطوعي ووزارة الثقافة قطر. طبعا في كثير مبادرات على مستوى العالم العربي، لكن ميزة خير جليس مختلفة، اللي هي التنوع والثقافة، الطريقة اللي إحنا بنناقش فيها أو الكتب اللي بتم اختيارها، وكيف بنوفر فرص ومساحات متنوعة إنه الشخص يطبق اللي بيكون فيه. ومن هنا جاءت خصوصية مجموعة علمني، اللي هي مجموعة متخصصة بكتب تربوية تعليمية، بحيث إنه إحنا نساعد التربويين وخاصة المعلمات نرجع نحيي هالهمة وهالنهضة وهالتطبيقات الممارسات اللي إحنا بنقوم فيها، ونتعرف أكثر إيش اللي عم بيصير في العالم، لأنه في كتير مصادر، لكن هل بستفيد منها وبطبقها ولا لا بس بنشتكي وبحكي تعبانين وما في مجال وما بنقدر وكذا. فعليا وايد مهم ان بعض المعلومات اللي ممكن تسمعها لحظتها انها تحسها وايد مهمه، هل انت مثلا قاعد تدونها في ملاحظات، هل انت ممكن تسمعها مره ثانيه وقاعد تطبقها وتستفيد منها في حياتك؟ لان في النهايه اذا انت قاعد تقرا شيء مش قاعد تطبقه في حياتك وتستفيد منه، ما منه فايده اصلا انك تقرا. طيب جميل، شلون تشوفين الفرق من التاسيس الى الان؟ هل في تطور موضوع العالم اللي تقرأ، نوعية الكتب، استقبالكم ومجموعاتكم في انكم مثلا تختارون كتاب وتتناقشون فيه؟ هلا كنادي خير جليس من 2013 الآن، جدا بحكي لك لما أسسناها صارت في تغيير كتير كبير. أول شيء كان الناس تعتبر أنه لا أنتوا عندكم رفاهية وكذا، الآن صار الموضوع بالعكس، كيف ممكن نتطوع معاكم وكيف ممكن أطبق الأفكار، وصار في تعاون مع مبادرات كثير. مجموعة علمني تحديدا في نوعية الكتب، احنا ما بنختار كتب أكاديمية نظرية بعيدة عن الواقع، بالعكس يمكن نختار رواية زي عساكر قوس قزح. نعم. تحكي عن أحد الطلاب بيذكر عن تجربة معلمته في أندونيسيا، كيف تحدد الصعاب في منطقة نائية وشو الأمور اللي يعني قامت فيها حتى تحافظ أنها تدرس 10 أطفال في تلك المنطقة، وتروح حتى على المزارع تقنع أهليهم، وقديش كان أثرها على هالطلب اللي أحدهم هو كاتب الكتاب. فإحنا أحياناً بحاجة نسمع هالقصص الإنسانية ترجع ترجع هالهمة وهالنظرة الأخرى لمهنة التعليم، وإيماننا بطلبتنا والقدرات يعني الحمد لله إحنا في قطر شوفي كم المصادر والفرص والاهتمام في التعليم، فكيف باستطاعتي أني أستثمرها أضعاف مضاعفة عن الموجود بالرغم من أي تحدي أو أي أمر إحنا بنقوم فيه. كذلك فكرة واحدة من الكتب اللي حولناها لدورة وانتقلنا فيها لمجموعة من المدارس وبدأنا نطبقها، اللي هو الهامسون بالكتب، وبحكي عن تجربة معلمة كيف وثقت رحلتها بالانتقال من تعليم الأطفال إنهم يقرأوا كتابين في السنة حتى إنهم يقرأوا 40 كتاب في السنة. طبعا هي بتحكي عن 40 كتاب في السنة، فهي بتحكي عن حالها إنه لما حكت هالفكرة كانوا يحكوا لها أسفع الكلمة مجنونة وهذا مستحيل يتطبق، وحتى الأطفال نفسهم. لكن باختصار هي اللي سوته في الكتاب واللي حولناه لدورة نحاول إنه إحنا ننعشها ونشاركها مع عدد كبير من المعلمين والمعلمات، إنه كيف توثق المراحل اللي أنت بتقوم فيها، يعني عملك اليومي في المدرسة وثقه، لأنه بعد سنوات هو سيصبح مصدر لغيرك. الأمر الثاني هاي الخبرات اللي بتتناقل وكيف أثرت بالأطفال وكيف يعني عملت أو صممت هالثورة في مدرستها، والكل صار حتى يحكي عن التجربة وطلعت منها موقع ومصادر كتيرة. إحنا متيقنين وعلى ثقة ويقين وعلى خبرة إنه معلماتنا ومعلميننا عندهم كثير مبادرات، لكن يمكن إحنا ما بنوثقها أو ما بنشاركها. فمجموعة علمني بتتيح هالفرصة أو هالمنصة حتى نتبادل هالخبرات وهالتجارب. جميل دكتورة، اللي استشفيته من كلامك ان انتم قاعدين نفس ما قلتي تحمسون المدرسات او المدرسين، لكن الخطوه اللي قبل كذي ما ادري اذا انتم مثلا بعد في توجه لها. يمكن عندنا عزوف في موضوع تخصصات التربيه بالذات من الشباب، فهل انتم بعد عندكم زاويه لهالموضوع ان مش قاعدين بس تستقطبون المدرسين، لا حابين تخلون مثلا الطلاب انهم يدرسون تربيه بالذات الشباب، لان هذه فعليا مهنه اهدافها وايد ساميه. احنا واثقين يعني كليه التربيه في جامعه قطر او حتى وزاره التعليم وكثير مبادرات في الدوله ماشيه بهذا الموضوع.
زميلاتي المؤسسات أستاذة سميرة الهاشمي، أمنة عبد القادر، فاطمة النصف، هم أصلاً موجهات متقاعدات وزارة التعليم. فلما تشوفي هذه الهمة، وهي دعوة كمان لجميع التربويين بمختلف سواء العاملين أو المتقاعدين، أنه نرجع للميدان ونضخ هذه التجارب وهذه الثقة، لأنه الناس اللي موجودين يمكن من أول شهر شهرين يحكي لك تعبت. طيب الناس اللي اشتغلوا 20 سنة و 30 سنة وبذلوا وكان عندهم عطاء مستمر، والآن رجعوا كمان بطريقة أخرى وبنظرة متجددة إنهم يحاولوا ينشروا هذا الشغف بالمهنة وأثرها ومكانتها في المجتمع، وقديش أنت الصدى اللي بيكون لما حتى تغير في حياة شخص ماشي في تقييم وفي أثر وكذا. لكن ما بننسى هالجانب الإنساني وهالتطور اللي إحنا بنتراكم أو بنبني عليه. فجزء من الأهداف، وهذا آخر لقاء إحنا الفعالية اللي كانت يوم الأحد، كنا حريصين جدا انه احنا نستقطب معلمات في الميدان يتحدثوا عن تجربتهم وتعاملهم مع التحديات تحت عنوان كونوا 10% اكثر شجاعة. وايد حلو. طيب دكتورة، هل انتم مثلا على السوشيال ميديا قاعدين تشاركون مثل هذه الجلسات، يعني او الحضور مثلا ممكن يكون اونلاين او هي تكون مسجلة، على اساس انه يعني تقدرون تتأكدون أن أكبر شريحة ممكنة قاعد توصل لها الفكرة؟ موجودة عندنا منصاتنا في إنستغرام، تويتر، وعلى الفيسبوك، وكذلك بقناة اليوتيوب. في اقتباسات للكتب، في التجارب، اللقاءات اللي احنا بنقوم فيها، في حتى الدورات في المدارس على حسب ما بيطلبوا. يعني بنحاول بأكثر من طريقة، وهي دعوة كمان للمدارس المهتمين والمتقاعدين أنهم ينضموا لنا ويشوفوا كيف ممكن تتفعل هذه المبادرات، لأنه إحنا انطلقنا في شراكات مع بعض المدارس. في كمان يعني بنفتح الباب لمجال التطوع ومجال العطاء والتطوير، وهذه من خططنا كذلك المستقبلية. لكن النقطة الأهم أنه ننشر ثقافة أمرين مهمين. واحد، أنه إحنا نوثق تجاربنا، يعني نبدأ ننشرها بطرق متعددة سواء كانت شفوية أو كانت مكتوبة. والأمر الثاني أنه إحنا نستعين بالكتب ونبحث عن هالخبرات العالمية وكيف أنه إحنا نوائمها، ونطلع من قصة ما بيصير وما في مجال وما بنقدر وما فيش أمل. لا، باب المعرفة والتعليم مستمر، والمدارس ما هي إلا بوابة واحدة، والمجتمع لابد يتكاتف معها ويتعاضد في هالمنظومة. جميل. حبيت دكتور أنك وايد شادة على موضوع المتقاعدين. يعني من الأشياء اللي أنا وايد حبيتها في الثقافة اليابانية، عندهم عيب أن أنت تقعد بدون شغل. ففعليا أنت إذا طلعت تقاعد وأنت معناته في كامل لحن عطائك، ممكن يعني كان مجال شغلك شيء وأنت ممكن الحين تعطي في مجال آخر، فما بالك المدرسين في نفس مجالاتهم. أكيد أشد على كلامك دكتورة. الجديد إن شاء الله عندكم؟ الجديد إحنا عم نحاول نقدم نموذج للمعلمين، إنهم قبل ما تيجي تحكي للطفل عن القراءة أو إنه كيف يحب، كن أنت النموذج، يعني بحبك، باحترامك، بعلاقتك معه، بكلامك، إنه إشارتك لهذا الكتاب أو لهذه الإضاءة. هذا جزء من انه احنا كيف بنعزز ثقافه القراءه في المجتمع، وبنفتح عندهم بوابه هالادراك انه عن شو عم بيحكي المدرس، خليني اروح ابحث او يمكن اهتم. يعني معرفه ميول الطلاب وارشادهم، توجيههم، كذلك هذا امر جدا مهم. زي ما ذكرت لك، احنا عندنا سلسله من لقاءات، كل شهر في عندنا لقاء وعندنا كتاب بيتم اختياره. في عندنا شراكه حاليا مع مجموعه، اختياره بالاتفاق، باتفاق من اعضاء المجموعه، بيكون في عندنا قريتوه على اساس انك تتناقشوا. تمام. واحنا حتى اللي بيحضروا معانا ما بيكون بالضروره انهم لازم يقراوا، على الاقل احضروا وشاركونا من خبراتكم وتجاربكم. فاحنا فاتحين المجال بقمه المرونه، ومعظم لقاءاتنا اونلاين او فيس تو فيس، يعني بنحاول تكون الامرين مع بعض. تمام. زي ما ذكرت لك، عندنا شراكات مع بعض المؤسسات والجهات، بالاضافه انه احنا بنفتح الباب المجال للدورات او للي حابين يحولوا هذا الكتاب لدوره تطبيقيه عمليه كيف ممكن تكون. اتفقنا مع عدد منصات اللي ممكن يكون النشر من خلالها، انه معلمات او معلمين ينشروا تجاربهم حتى لو على شكل دردشه، مقاله بسيطه، زي منصه منهجيات وغيرها، زي اللقاء اللي كان بالتعاون مع وومن اد كذلك. كان اختصار الكتاب بطريقة بسيطة، يعني الناس يمكن ما تقرأ أو ما تأخذ نفس الفكرة، أو لما تكون عند حضرتك خبرة أو تجربة معينة وتطبقيها وتربطيها في اللي أنت قرأتيه، بتأخذ بعد أوسع بكتير وأشمل. وهذا اللي عم بنحاول نفتح من خلال يعني الفعاليات المتنوعة أو المجالات اللي احنا بنوثق فيها. جميل. الله يوفقكم دكتورة، سعدتيني جدا بلقائك. شكرا لوجودك معنا. أكيد. دكتورة رانيا محمد الصوالحي، مستشار تعليم، شكرا لوجودك معنا. ومشاهدينا، وصلنا معكم لنهايه حلقتنا اليوم. شكرا على طيب متابعتكم وتفاعلكم. وسؤالنا لحلقه بكره باذن الله، كيف تقوي ارادتك وعزيمتك للوصول لهدفك؟ ننتظر تفاعلكم معنا. نشوفكم بكره الساعه 10 مع مواضيع جديده، فامان الله.